مرة أخرى يضرب الإرهاب في عدن، وتستمر العمليات الانتحارية والسيارات المفخخة في ملاحقة محافظها عيدروس الزبيدي ومدير أمنها شلال شايع، اللذين نجيا اليوم من تفجير انتحاري جديد استهدف موكبهما في منطقة المنصورة. وبحسب الروايات فإن الجنود المرافقين للموكب تمكنوا من تفجير السيارة المفخخة قبل وصولها إلى سيارة مدير الأمن، ما أدى إلى مقتل 4 منهم وإصابة 8 آخرين. عملية الاستهداف هذه تعد الثانية خلال اليومين الماضيين التي يتعرض لها مدير الأمن، ما يؤكد مدى سعي الإرهاب المتواصل إلى استهداف الرموز الأمنية وزعزعة الأمن في المحافظة. المحافظ وفي أول تعليق له على العملية وجه التهمة إلى التنظيمات الإرهابية التي قال أنها تقوم بأعمالها التخريبية بدعم من المخلوع صالح وجماعة الحوثي. إذن تحديات أمنية كبيرة تواجهها محافظة عدن، الأمر الذي يفرض على الجهات الأمنية مزيدا من اليقظة لمواجهتها والتغلب عليها.